ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ حسين القحطاني وهو المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. يسعد صباحك أستاذ حسين. صباح الرضا، حياك الله أستاذ حسين. حياك الله أستاذ حسين، حدثنا أكثر عن أحوال الطقس لليوم وإلى نهاية الأسبوع. انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة أجزاء الشمالية منها. هذا الانخفاض في درجات الحرارة يعطي مؤشر إلى أول موجة باردة في فصل الشتاء. نحن في الربع الأول من فصل الشتاء، حقيقة درجات الحرارة تدنت إلى درجة الصفر المئوي على صيف، سجلت القريات وحفر الباطن بين درجة إلى درجتين مئوية الصفر، وسجلت تبوك أيضا 3 درجات. درجات الحرارة الحالية الآن عند نشرة الساعة 9 ما زالت طريف تسجل 5 درجات مئوية. نلاحظ أن هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة. أيضا هناك فرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من شرق وسط المملكة، في حين هناك فرصة لتكون السحب الرعدية المطرة أيضا على مرتفعات جازان تشمل أجزاء ساحلية منها وعسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر ايضا على جازان وعسير والباحه. نعم. بصفه عامه نحن نستمتع باجواء الشتاء، درجات الحراره منخفضه، لابد من الاهتمام بالارشادات التي تطلقها الجهات المختصه خاصه لملاك المراشي واصحاب المزارع وكذلك ارشادات وزاره الصحه لتلافي اي اخطار، وخاصه ان هناك ايضا رياح نشطه مثيره للاتربه تستدعي الاهتمام بارشادات أمن الطرق والمرور في حالة التوجه إلى المناطق المفتوحة أو سلوك الطرق السريعة المؤدية ما بين المناطق. جيد، إذا الشمال صقيع وأيضا أمطار المتوقع، المنطقة الجنوبية ضباب وأمطار، ماذا عن الوسطى الشرقية أيضا المنطقة الغربية؟ كيف ستكون حالة الطقس مع هذه الرياح وأيضا التقلبات المتوقعة؟ نعم، حقيقة انخفاض درجات الحرارة كما ذكرت هي السمة السائدة. نعم. نسجل درجات حرارة الدنيا، أجواء خاصة في فترة المساء منخفضة درجات الحرارة بشكل واضح، أشدها مناطق المملكة يوم أمس وتستمر معنا أيضا للغد بمشيئة الله. كما ذكرت هذه الموجة الأولى الباردة أو حتى الآن في الربع الأول من فصل الشتاء، نتوقع حقيقة بداية مبشرة لانخفاض واضح في درجات الحرارة في شتاء هذا العام إن شاء الله. نعم، الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. شكرا جزيلا.